ومعنا على الهاتف الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي. أستاذ شريف أهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذ إبراهيم، تحياتي لحضرتك ولأستاذنا المهندس عادل ولكل مشاهديك الكرام. الأستاذ العميد محمد مرجان يمكن سرد لنا من شوية كل التفاصيل اللي هتتم من تسهيلات، ماذا لديك من جديد؟ هو الحقيقة أستاذ إبراهيم خليني أضع حضرتك المهندس عادل بصفتكما أولا من رموز النادي الأهلي، يعني قبل أن تكون إعلاميين نعتز بهما. النهاردة كان يوم مشهود في تاريخ النادي الأهلي، أنا بعتقد هو واحد من الأيام المشهودة. الكاميرا رصدت هذا اليوم اللي بدأ الحقيقة. الكاميرا رصدت بس احنا ما طلعناهوش لغاية دلوقتي. اتفضل. يعني لأنه الجمهور هيبقى سعيد جدا معانا. أنا طبعا أعتقد هو بيشوف هذه الصورة المشرقة. طبعا. اللي تطمئن جماهير النادي الأهلي اللي هي بتمثل السواد الأعظم من جمهور الكرة في مصر على النادي الأهلي وعلى مستقبله. الحقيقة إنه كان هناك حرص من مجلس إدارة النادي الأهلي كاملا بقيادة الكابتن محمود الخطيب، ولم يغب عنه إلا عضوين هما المهندس المحترم خالد مرتجي لظروف السفر خارج البلاد، وأيضا الأستاذ محمد دماطي لظروف السفر خارج البلاد أيضا، المهندس خالد في لندن والأستاذ دماطي في كندا لظروف عمل يعني. فالحقيقة إنه كان تفاجأنا بوصول البروفة النهائية للائحة النظام الأساسي التي قال عنها المستشار علاء أنديل وهو خبير في اللوائح وشارك في إعداد عدد كبير من اللوائح في الأندية المختلفة والاتحادات، أستاذ إبراهيم قال إنه هذه أول مرة أشارك في إعداد لائحة خالية ومنزهة عن الهوى. أيوه ده أبسط توصيف على فكرة وأصدق توصيف. لا حقيقة باشمهندس، يعني أنا بسأل الراجل بقول له أنت راضي يا علاء بيه؟ قال لي أنا أول مرة أشارك في إعداد لائحة، وأنا شاركت في إعداد لوائح نادي كذا ونادي كذا واتحاد كذا واتحاد كذا بدون ذكر الأسماء، يعني هذه أول مرة أشارك فيها في لائحة منزهة وبعيدة عن الهوى. الحقيقة إنه كمان المدقق اللغوي العظيم سيادة المستشار أحمد حسين من مجلس الدولة اللي هو راجع ودقق الدستور المصري 2014 بخبرته القانونية واللغوية، وانت عارف جمال اللغه استاذ ابراهيم طبعا المهندس عدلي، قال انه كان فخور وهو بيقرا كل بند من هذه اللائحه وبيراجع كل حرف وكل سكنه وكل همسه يعني. فالحقيقه انه كان الكابتن محمود الخطيب حريص على انه بعد ان تسلم هذا المشروع من السيد المستشار القائم الاهلاويه الكبيره محمود فهمي والساده اعضاء لجنه الصياغه واعضاء لجنه الاعداد، حرص على تكريمهم جميعا وقال لهم انه انا الحقيقه مندهش وبتساءل ما الذي يجمع كل هذه القامات لتعمل ما يقرب من 20 ساعة في اليوم داخل قران النادي الأهلي سوى حب النادي الأهلي والانتماء ليه، والحب والانتماء ده هو اللي والاحترام الاحترام اللي هي الأهم. وده اللي احنا تعلمناه في النادي الأهلي يا باشمهندس عادل، يعني نستفيد من القمم والقامات وبعدين الجيل الوسط يتنقل له الحقيقة كل الخبرات، ثم يتم إعداد جيل من الشباب يشرف حاجة تفرح الحقيقة لما تشوف النهاردة الناس موجودة في قاعة فكري أباظة، كابتن محمود الخطيب بيشكرهم ثم بيتسلم مشروع اللائحة ثم يحرص على تكريمهم وتقديم درع النادي الأهلي في أبسط حاجة عبر بها عن تقديره وامتنانه لأعضاء اللجنة ثم صورة تذكارية. فالحقيقة احنا كمان بعتبر أنفسنا يعني محظوظين يا باشمهندس عدلي إن أنا شهود على هذا التاريخ الذي يصنع بالتأكيد بالتأكيد وهو وانطلاقة كبيرة للنادي الأهلي وعلى الجمعيه العموميه. انا كعضو جمعيه عموميه بقى مش كمتحدث باسم مجلس اداره النادي الاهلي، لا انا كعضو جمعيه عموميه بقول انه انا فخور بالانتماء لهذا النادي العظيم، وانه ما لم نتوجه يعني جميعا الى صناديق الاقتراع يوم 28 سبتمبر للتصويت على هذه اللائحه سنبقى محكومين باللائحه الاسترشاديه، وبالتالي سنفقد الكثير جدا 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 من الاستقرار. انت عارف يا استاذ شريف كل واحد هجيب ولاده انا بقول يتصوروا هذا اليوم مع معلم من معالم النادي عشان يبقى تاريخيا يعرفوا ان هم وهم صغيرين شاركوا في هذا الحدث ويتحدثوا عنه بفخر ويرتبطوا اكثر بناديهم ويعلموا لماذا هو في هذه المكانه، ليس بالبطولات وحدها يتميز الاهلي ولكنه يتميز الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. نشكرك استاذ شريف فؤاد والى لقاءات مقبله النادي.